طبعا نبدا النهارده موضوع جديد خالص، والنهارده اخر يوم في التراك كله. انا كل سنه اخر يوم ده مواضيع اللي هي البسيطه، يعني مواضيع السنه كلها مع بعض، والمواضيع الثقيله اللي فيها الشغل كله مع بعض. مواضيع النهارده هناخد شويه مواضيع كده كويسه جدا. هنبدا بالكلمه نتكلم عنه شويه كده حلوين، سلاش روك ونبطل ريكفري. والتايم سيرفرز بعد كده نتورك نتكلم عنها شويه كويسين جدا. ده الاساس بتاع اليوم بتاع النهارده ان شاء الله. كل موضوع فيهم يعني باذن الله نص ساعه تلت ساعه، مش هيبقى شغل كتير جدا. طيب هنبدا النهارده بموضوع مهم جدا اللي هو كيرنل. يا رجعنا تاني اول يوم، رجعنا اول يوم تاني. لو انا مين اللي عمل الكيرنل بتاع لينكس اللي بدا فيها؟ اللي بدا يكتبه اساسا لينكس ديفولت، صح؟ بقول لك انا بدات الشغل ده امتى؟ 1997. تمام. الكيرنل ده بيعمل ايه؟ الكيرنل ده لازمته ايه في الدنيا؟ هو بيعمل امبلمنتيشن. ممكن حد فيكم يقول لي الكيرنل ده لازمته ايه؟ يعني احاول اراقبه كده اشوفه يعني اوصل لحد ايه؟ هو بيعمل الكونكشن بين الهاردوير والسوفت وير الموجود على يعني. ممكن تكلمني كلام عندي شويه؟ اقول لك كلام بس عشان دي كلام عندي بقى النهارده. يعني النهارده بنسيبه النهارده كده من اوله لاخره. انا عايز كلام عندي شويه، حاول تلاصق الكلام بشكل احنا ممكن نفهمه من هو بيعمل الكونكشن بين الهاردوير والابلكيشن الابلكيشن اللي تقدر تشتغل. ايوه بيعمل كوميونيكيشن اللي هو ايه الكوميونيكيشن؟ هو بيترجم لغه اللي بتفهمها، لغه الهاردوير. بص انا عايز حد يكلمني يقول لي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد بيعمل كذا، اثنين بيعمل كذا، ثلاثه بيعمل كذا، اربعه بيعمل كذا، جوه واحد بقى بيعمل كذا وكذا وكذا. يعني كده انا عايز يعني ايه؟ حد كلمني اسميها تري، اصل اكتر حاجه بتفهم الناس مثال التقيله. او خليها واحد اثنين ثلاثه اربعه، مش فارقه معايا. ممكن اوصلكم؟ اللي انا اعرفه ان الكلمه اللي هو بيتعامل مع الهاردوير هو اللي بيتعامل مع الرامات. ايوه كلمني كمان بقى اللي بيتعامل مع الرامات اللي هو ايه؟ ايوه. دي ايه كلمه رام؟ لما حابب احطها في جمله مفيده كلمتين في ايه؟ كلمتين كده يخلصوا الموضوع كله، يعني كلمتين يخلصوا كل اللي احنا بنتكلم فيه. وما تعمل بصين كده كده بيخصص مساحات من النووي اللي هي بقى بالنسبه لدول بكره بسرعه مدير مانجمنت يخصص يشيل يضيف ياخد ميموري يحط في السواد ياخد الوسام يحط في الميموري. عشان كده ما رضيتش احط السواد انا قبل الكلمه مش قلت لك بياخد ميموري يحط في السواد. اسالني ايه السواد دي؟ انا بحب امشي التنسيق كده يعني غريب شويه، انا بحب امشي مع نفسي يعني، بس هو ده اللي بيحاول يجيب المعلومه للناس من الاهل. يبقى انا هفكر تفصيله كده. اول الجهاز ما يفتح اول حاجه عندك بيعملها اول حاجه سيستم انشاليزيشن. بيعمل ايه؟ بيتكت الهاردوير بتاعك ويبدا يايدنتيفاي او يتعرف عليه حته حته يشوف هو اكسبه بالنسبه له ولا لا. دي اول حاجه هاردوير بتكشف السيستم انشاليزيشن، صح؟ يقول عليه مش المفروض لما يقول لك انا هتكلم مع الهاردوير مش قبل ما اتكلم مع برنتر لازم اكون عارف اصلا في برنتر. فدي اول عمليه. فاول عمليه هيكون فيها يا سيستم انشاليزيشن بيعمل بيتكت الهاردوير بيتكلم على الجهاز اصلا ولا يفتح ولا يتكلم نفسه يتكلم نفسه غير البايوس. يعني كل بايس يعرف يعني خلاص عندنا بايس خلاص عندنا بايس بايس كمل اتحملت خلاص كمل. اول حاجه هيعملها الست بيتم في قبل ايميت ولا؟ ده قبل ايميت خلاص. بعد كده بعد كده من المراحل مهمه جدا البورس كاجوال. البورس كاجوال البورس كاجوال ثلاث مرات ثلاث مرات فاكرين البورس مانجمنت والجوبس كاجوال الحاجات دي. مين اللي هيمانج البورصه بتاعتك؟ مين اللي عامل الابلكيشن؟ سي فيرب افتح يا رامي. مين اللي عامل الابلكيشن؟ سي وال اس اعمل ليست للفايلز. لازم تكون حاجه من ايه؟ ايه؟ حاجه في البروسيس دي تمانج البروسيس دي. يبقى بروس مانجمنت كمان دي تاني حاجه بيقول بيها، تاني حاجه رئيسيه بيقول بيها. عندك كمان
الميموري نفسها الميموري مانجمنت. الميموري مانجمنت مين هيتحكم في الميموري؟ مين اللي هياخد الداتا بتاع ابلكيشن تحطها في الميموري؟ مين ياخد الداتا بتاع الميموري تحطها في هارد ديسك؟ مين ياخد الداتا بتاع الميموري يحطها في السواب بعد كده يرجع من السواب للميموري تاني؟ مين مسؤول عن الكلام ده كله؟ هو كيرفو. ايه كمان؟ يا سيدي مين مسؤول عن النتورك؟ عن المكنسة المشاكل داخل وخارج من الجهاز ده؟ مسؤول عن النتورك هو كيرفو طبعا صح؟ طيب ايه كمان؟ ومسؤول عن كل حالاتها من اول ما تبدا لحال ما تنتهي. ايه كمان؟ مسؤول عن السكيورتي. البرميشنز دي مين اللي بيبدا يقول لك انت عندك برميشن كذا؟ يبقى انا ما تعملش او انت تعمل على حسب البرميشن بتاعك. هو كلمه برضه صح؟ خلاص؟ مسؤول عن حاجه كمان مهمه جدا اسمها البفرز. مسؤول عن البفرز والكاشز. ايه البفرز والكاشز دي؟ قال لك لو انت بتستخدم لو انت مثلا عندك هارد ديسك بتاعك وانت لما تيجي تاخد الداتا او تكتب الداتا بتكتبها دايركتلي فانت كده عندك مشكلتين. لو انت بتقرا الداتا لو انت في حاله انت بتقرا الداتا هتاخر شويه. ليه؟ لان الهارد ديسك بتاعك ايه؟ ابطا من ميموري بمراحل كبيره جدا 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 يعني بص ممكن سرعه المذر بورد توصل مش عارف كام جيجا بايت بالثانيه سرعه الباص المذر بورد خلاص ممكن توصل 1300 جيجا بايت بالثانيه سرعه المذر بورد كنت سرعه رامات النهارده توصل 1800 يعني انا شفت رامات 666 صح وفي 1033 في 1633 وفي رامات 1666 تخيل سرعه الداتا في الرامات 1666 اعلى هارد ديسك يوم ما يتشقلب اعلى هارد ديسك انا شفته لحد النهارده هارد ديسك عادي كده 300 ميجا بت بالثانية شوف ده 1600 وده 300 فاعمل لك حاجه اسمها بفرز وكاشز. ايه بفرز وكاشز؟ سيادتك لو تيجي تقرا من الهارد ديسك او تكتب عليه بيروح جاي كده انت هتبدا تقرا دلوقتي في الملف هيقرا بدايه الملف من الهارد ديسك خلاص طب انت قريت حته من الملف ولسه الحته الثانيه بيروح هو كده جاي الحته اللي عليها الضوء يروح واخدها يعمل لها نوت ميموري يعمل لها كاش يخزنها عشان لما تيجي تاكسسها ما يروحش الاول يطلع على الهارد ديسك لا ده ينده على مين؟ على الكاش وفي وقت ما انت بتقرا من الكاش يكون هو راح للهارد ديسك قال له بعت لي تاني يبقى انت كده على طول بتقرا منين؟ من الكاش انت كده بسطر ولا لا؟ اسرع كتير جدا جدا ليه؟ صح بالظبط عامل زي كده الفيديو ستريمنج عارفين فيديو ستريمنج؟ طول ما انت بتتفرج برضه الفيديو بيكمل اصلا يوتيوب اكيد الناس كلها شافت يوتيوب يعني محدش بيتكلم مش حد مش هيفهمش وانت بتتفرج هو اصلا بيعمل كاشنج او بابرز يخزن جواه الفيديو انت اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي هو بالظبط ده اللي بيحصل فعليا في الناس بقى ايه؟ الجهاز عندك مش شغال تلاقي رميات بتاخد بابرز من هارد ديسك تخزنها عندها الداتا اللي انت المفروض تكسسها دلوقتي اول ما تيجي تكسسها يجيب لي ايه؟ رميات. تاني حاجه كمان الداتا اللي على طول اجسام بالنسبه لي الداتا كل شويه تفتح كل شويه تفتح كل شويه تفتح بيخزن اجسام منها في الميموري في رميات عشان بقى لو انت جيت تكسسها تبقى اسرع خلاص؟ فدي حاجه بقى فوت برنتس وحاجات كده يعني مش عارفه طبعا مش موضوع فشايفين الكلام بيعمل ايه؟ كل حاجه تقريبا كل حاجه في الجهاز عشان كده شكلها هو كول ده الاساس الكلام عندنا هو الواحد ميجا الواحد ميجا لو انا 2 ميجا دول انا شفت الكلام بصراحه كان 9 ميجا بس كان كميه يعني بيعملوا كومباين كميه موديولز جواك فظيع يعني شفت كلمة الكار بار جت 4 ميجا ونص ده كان اعجاز بصراحه انا شفت 4 ونص ده اداني انا جهاز كده عادي مستوى كبير يعني ولا حاجه ده جهاز عادي ايه زاد فيه؟ كانوا حاطين له بقى شويه مودلز كده الكلاستر فايل سيستم مش حاطط ايه مش كله حاطط ايه مش كله خلاص تعالى بقى
ايه الكائن العملي شو بيكون ايه؟ قالك الكائن العملي هو بيتكون ايه؟ من جزئين، من الكون نفسه، يبقى انت عندك رقم واحد هو الكون او كل الكون ده الاساس ده الكون نفسه يعني، وعندك رقم اثنين الموديولز صح؟ شفنا الكلام ده قبل كده؟ فالكائن العملي بيتكون من حاجتين، الكون نفسه والايه؟ والموديولز. طيب الموديولز دي كلها بتبقى موجوده فين؟ دائرة أرضية اللي فيه المفروض مين موديولز الكرنل بيستخدمه. طيب كل الموديولز بقى على الجهاز سواء السيستم بيستخدمها حاليا يعني اللي هي فيلد ار دي او اللي مش مستخدمه موجوده فين؟ قال لك كل الموديولز اللي عندك موجوده في سلاش لاب موديولز اللي بيسموها عشان بس عشان تبقى سلاش لاب موديولز تمام؟ دي مش يعني الحاجات اللي مش موجوده ولا في الكور ولا في الجيم ولا في التطبيق. لا ال ار دي انت عندك ملفين، عندك ال في ام لينوس وقلنا ال في ام لينوس ده هو مين؟ ده كيرنل نفسه حلو، وعندك كمان ال ار دي وقلنا ان ده في ايه؟ في موديولز صح؟ موديولز المستخدمه الموديولز دي هي اللي حاليا الكيرنل شايفها دلوقتي او اللي عملها لودنج. طب كل الموديولز بقى سواء المعمول لها كومباير محطوطه في الانت ار دي او الانت ار دي بيلد بيها او اللي مش بيلد بيها موجوده فين؟ في سلاش ليب موديولز يعني ممكن ينادي عليها ساعه ما احتاجها. ايوه يعني مثلا هارد ديسك كيو سي مثلا ولا ايوه اسم ستورج مثلا درايفر او اسم ستورج ممكن اعملها ارض من كده اعملها لود عادي اعملها دلوقتي حاجه اعملها حاجه اعمل ار موديول واعمل لود موديول تاني خلاص السلاش ليب موديولز دي في كل موديولز المفروض لو عملت موبايل عندك موجوده على السيستم. هي بقى بنت ار دي ولا لا؟ مش مشكلتي انا بكون عامل بنت ار دي من غير موديول، ممكن اعمل لها بنت موديول معين. ايه حد يعني حد يجيب لنا حاجه مش هيبقى في لينكس يعني. خلاص؟ بس يعني انا ممكن اقدر اقول عن الفي ام لينوز دي هي الكود؟ الفي ام لينوز هي الكود؟ الفي ام لينوز عليها الكود والموديولز هي انت ار دي. الموديولز زي الحاجات زي الموديول. خلاص؟ بس على الكلام ده بيجي يقرا ده منين؟ قريت عن دي او راش من البوديوم. الا اذا انا ضربت له قال بقى كتير فعلا. لا احنا بقى دلوقتي نبند ان الار دي بموديول معين. او ناخد موديول معاه الار دي نرميه نرميه في الزباله مش عايزينه ونبند ان الار دي من غير موديول دي المشكله يعني. فنعملها دلوقتي حاجه. يا سلام. الموضوع مش صعب الموضوع صعب جدا. الموديولز دي ايه يعني؟ يعني حسب كده ايه الموديولز دي؟ الموديولز دي قلنا هي عباره عن اكستنشنز او اضافات للكيرنل. بتسمح للكرنل ان هو يقاد فانكشناليتي او يقاد وظيفه معينه يعمل ما كانش سابقا قبل كده. يعني زي برامج زي مثلا انت عندك وايرلس عندك وايرلس كات وايرلس ازاي الكرنل هيتعامل معايا؟ هو لازم يكون في بكل بساطه الموديل فيها درايفرز تايبات ابسط حاجه يعني بيوت زي درايفرز صح؟ بتهيألي مفيش حاجه فيها يعني الموديولز هي اكستنشنز بتضيف فانكشناليتي او بتضيف وظيفه معينه جديده للكرنل خلاص. يعني مثلا زي الريد او ال في ام اكيد له موديل فعلا كده صح؟ لان بقى فانكشناليتي الكيرنل ما كانش عاملها قبل كده صح ولا غلط؟ بس هو صعب تفهم كل الموديلز دي تاني سهله جدا يعني. طيب دلوقتي لو انت راجل سابقا مستريد له بقى السيناريو بتاعنا جه النهارده لازم نسخه موديل كيرنل جديده زي 2 6 5 30 بقى تكون مكسر الدنيا وزود 6 سطور مش عارف زود سرعه لينكس مش عارف بكام في الميه ده كابل جديد نزل حضرتك ادمنستريت بعد ما تيجي تنستول كده المفروض تعمل ايه؟ ما ينفعش اعمل كور بيست بروديوس كور لا احنا انت محتاج موديل صغير بتاع ده في الدنيا عادي يعني انت خلاص الموضوع عشان ما نفرش الموضوع ده انت ادمنستريت محترم جالك كابل جديد يا ترى هتعمل انستول الكابل ده ولا هتعمل ابجريد الكابل اللي عندك؟ فكروا كده ايه اللي حصل؟ ابجريد ده ليه؟ يعني يقول لي دي هو احسن ليه؟ يعني ابجريد هيضيف النهايه الحاجات اللي موجوده عندي سامعين ان انا عملت ايه؟ يعني عارف انت عملت اي اضافات على الكرنل اللي موجود عندي لما هضيفه هيزود المزايا الجديده ويزود البرفورمانس بتاع الورد ويجر اللي انا عملته قبل كده موجود يبقى ابجريد احسن وانت؟ ابجريد احسن احمد انت ماشي معاهم خالص ده والله كله هو المفروض حضرتك جبت كرنل دي ليه؟ المفروض تعمل له انستول. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الكرنل الجديد ده انت مش ضامن يشتغل عندك ولا لا. مش ضامن هو صح ولا لا. طب انا جربت اول مره. فانت الكرنل اللي شغال عندك انت ضامن ان هو شغال.
انت تجيبه وتعمل له ستوري لانه شغال كفاءه ساعتها ممكن تشيل كده اللي ليه الكيرف ده كله شفت مسكته قد ايه؟ انا ما اعرفش بقى ان فين ان هو ممكن اعمل الستوري كيرف القريبه موجود زي ما هو ايه؟ ايوه فاهم ما عنديش مانع دي ميزه كبيره جدا في الاي بسرعه انت ممكن تحط ابلكيشن واحد منه اكتر من فيجن يعني انا هتكلم خيال انت بقى ده بنتعامل على اساس ان احنا درسنا انت ويندوز يس لا تسمع من ويندوز خالص انت المفروض الاساس ما عندك هيكون فيه اكتر من كده هي كده ماشي انا اعمل اجرب ده الاول وبعدين لو شغال معاك ماشي مفيش مشكله بس انت عارف ازاي ان انا شغال كل حاجه انا هجرب كل حاجه بقى فتجرب كده ما ده ال اس اكيد ال اس اللي جالك ده وبعدين اقول لك على حاجه يعني. انت في ريدي هات كل حاجه بتلاقيها جالك تسلم مليون الف مره قبل ده بس بالذات بالنسبه للكرنل ده حاجه وحيده لما تعمل لها انستول ما تعملهاش ابديت تعمل لها انستول ده انصحك بكده يعني بس بعد ما نعمل يعني اه ممكن تعمل ابديت عادي مش هتقول لك لا محدش بقى يتكلم فيها جاي منين بس دايما تعمل انستول بالذات للكرنل اي حاجه ثانيه ممكن تعمل لها ابديت طب ماشي يا باشا انا عملت دلوقتي انستول الكرنل اللي هو في الجيتار وعندي قديم زي ما هو اكيد دلوقتي ازاي ان هو شغال معاك مش فاهم مش فاهم تعمل بوت الجهاز خش على الكرنل الجديد شوف كل حاجه عندك شغاله ولا لا مره واثنين وثلاثه وعشره ايه شغال زي الفل مثلا شوف الهارد شغال شوف كل حاجه شغاله مش مره ولا اثنين انت تعملها تستنج بقى مره شغال كده سكت حتى يعني الحاله دي كلها انا عملته في العين اعمله في الجديد تاني ايه يعني الاعداد مثلا وقت تعمل مونت الحاجه لا لا ما فكرش دعوه الكيرف ده عباره عن فايل بس هو خليه يديك الهارد يعمل الكلام ده بس أيوة. عشان يتعامل يعني مثلا انا اشتغل الموديولز دوت في الكور اللي كانوا شويه حاجات وكان حاجات دي واحد انت مش ركز بقى كده بقى هتعمل بيلد ان ال دي بس بيلد ان دي مش هاخد دقيقه منك يعني مش هكمل دقيقه حاجه صغيره جدا جدا كده ما ينفعش اخد القديم لا بيلد ان دي القديم هو جاي لا ما ينفعش لان ده بينزل معايا يعني كده بينزل معايا ايوه حلو دي حاجه كنت عايز اقولها تيجي بص نظره اعمق بقى على الكيرنل لو انا عايز بقى اعرف الكيرنل وازاي اعرف الجهاز الجديد ازاي ممكن ابدا اروح اقول لك بقى الكيرنل ممكن انتربريت اسمه ازاي شفنا اسمه تمام خلاص يبقى احنا قلنا الكيرنل مثلا كان اسمه 2 6 مثلا 34 ده احنا شغالين فيه دلوقتي داش 19 اي ان 5 في اورجانيزيشن حقيقه معينه وقلنا ان 2 و6 ده 2 و6 هو الميجور نمبر الميجور نمبر و34 هو ده مين؟ ده المينور نمبر و19 ده الباتش رقم 19 وي ال 5 ده الباتش رقم 19 بوسط انتربرايز يوز 5 اللي هو بتاع الاتنين شفت اي كده ممكن تترجمه كده وقلنا معنى انت شفت كلمه 2 يبقى الكرنل اتكتب فيه مره من سكراتش في البدايه 6 حصل ابديت رهيب في الكرنل بس لو نص الكرنل اتغير بس ما كتبش كل ده جديد لو شفت الرقم لو شفت ده اسم يعني 2 لوحدها كده لو انت شفت 3 المره الجايه كمان سنتين مثلا يبقى 3 معناه ان الكرنل كله اتغير كل كله من اول لاخر ما كتبش شغلات اتغيرت حتى كتبش جديد 6 انا عارف انت كبير جدا مثلا 600 الف سطر اتقروا فيه من مليون سطر اللي فيه يعني نصه اكتر من نصه غير غيروا السيستم كامله مش انت اتغيرت لو سطر اتغير بقت 7 مثلا 34 حصل ابديت بس مش كبير قوي قوي اللي هو درجه ان هي قرب من الدنيا يعني لا ابديت كبير برضه بس مش كبير قوي زي اللي قبل 19 ده الباتش رقم 19 بوست انتربرايز نيوز 5 اللي هو ماشي على الاسم معين مثلا او موقع معين عندك كريدت كورك يعني كل الكريدتس الجديده ده اساسي بالنسبه للكنه اللي انا واثق منه يعني انا حابب منه كنه موثوق منه لا حامل من نهايه شغال ده حامل من نهايه طب وده بايه؟ ايه؟ ده ايه؟ ده اي ايه؟ ده اي كريدت كورك نسخه الكنه اللي تبقى موجوده هتلاقي عليه هتلاقي عليه السورس كود بتاع الكنه عايز تجيبه تعمل كومبايل الكنه براحتك عيش حياتك اقعد بقى 8 9 ساعات كده اعمل كومبايل بس هو في ده انا عايز مره مش عارف 5 ساعات ولا 8 ساعات قعدت طاقه كبير جدا يعني حمست الجهاز ورحت لعبت كوره ورجعت وقعدت اتفرج شويه تلفزيون وجيت انا بقى اعمل كومبايل الكلام تقريبا 8 ساعات في اليوم ده ولا 5 ساعات كان خد رقم كبير جدا معايا حرمت وانا حرمت فعلا حرمت قام ده كده من الجهاز وخلاص انت بتتابعه ده عامل ايه؟ قال لي بقى ظروف كام تيجي كده يعني هو الموقع ده ما فيش الا سورس كود فدي عندك سورس كود ده عندك الكلام ده طالب اه والله حلو؟ حد بقى كان عنده مشاكل؟ حد عنده مشاكل؟
طب انا عايز اعرف الموديولز اللي موجوده على الجهاز عندك اللي الكرنل بيشوفها كلها. تعالى يا سيدي شوف الموديولز كده. عندك لو عايز تعرف الموديولز اللي شغاله عندك عندك كمان اسمه ال اس مود اللي هو ليست موديولز. ليست موديولز يا شو ده حلاوه مش عارف اقول اكتر من كده يعني. ال اس مود هيقول له اصلا الكرن الاول موجود فين الموديولز بتاعته في قلب السلاش ده سلاش موديولز صح. هتلاقي كل الموديولز بتاع الكرنل ليها امتدادين يا اما دوت اس او يا اما دوت كي او خلاص. ايه دوت اس او وايه دوت كي او دول الاس او دوت الاس او عامل زي الدي اللي في يعني لا لا شفت ال دوت كي او اللي هو كرنل اوبجكت كرنل Object. .so shell object. بس خلاص تعال بص كده الموديولز اللي عندك. عندك مثلا موديول زي يا سيدي ساوند كور دي ام ريد خلاص وعندك دي ام لوك وعندك الاسكازي اهو وعندك الاكسين 3 موديول اهو عندك سلاش ليب موديولز كرنل انت بقى اي حاجه ارك ارك 386 كرنل وعندك اي او موديول اهو بس ده مش كله يعني تعالوا تقنيش بقى يعني درايفرز موجودة هون موجودة هون يعني سكاس هون سمي حاجات موجودة يعني حاجة يعني هو نفس الكي او برضو بس اسو ماشي. طب يعني الليست بوك ده هو خطوه بيعمل الموديول بيعمل ليستنج للموديولز بتاع دي بقى اللي هي اللود اللي هي اللي موجود على اللي موجود على السيستم كله دلوقتي اللي الكرن شايفه دلوقتي اللي هي بلين غربيه ايوه دلوقتي انت عايز تجيب موديول معين موديول من الحاجات اللي عندك كلها فانت بتقول له ايه الاس مود المفروض هيجيب لك ايه؟
كل الموديولز اللي عنده. ممكن تقول له اعمل لي جراب بقى، عملت بقى هو هات مثلا موديول اللي اسمه يو اس بي انا سكور ستورج، كده هجيب لك الموديول طبعا. بس كده حلو جدا. اللي جنبه الرقم اللي جنبه ده المساحه بتاعته ماشي. طيب لو انا عايز اعمل بقى لود لموديول او ان لود لموديول، عايز اعمل لود لموديول، الموديول ده مش معمول لود عندك، هتقول له اي ان اس مود اي ان اس مود لاي موديول عندك زي يو سي اندرسكور ستورج. خلاص انسرت موديول بس يعني. صح. هو كده هي كانت فين وبعدين انسرت فين؟ لو هي مش عاملها لود، مش عاملها لود دلوقتي طبعا عايز شيء. طيب عايز تعمل لها ايه؟ ريموف. ريموف كنت اقول له موديول بروب مود بروب داش ار يو سي بي اندرسكور سكور. نعم كده؟ على طريقة خلاص؟ أو بكل بساطة مكان مود جروب داش ار دي كلها على بعضها كده ممكن تقول له ايه؟ ار ام مود ومين؟ يو سي بي اندرسكور ستورج. يعني انا كنت بتفصل يو اس بي في غيرك انت مش شغال بي سي ولا كان في بي سي بس انا عاوز ديسيبل يبقى الباس باند مثلا. ايوه يعني ممكن برضه اعمل مانج بي برضه على كل طبعا الحاجات اللي عندي اللي عندي بالظبط زي ان اي اف اس مود تقول له مود برو بس كده مود برو واسم الموديول يو اس بي ستورج كانك عملت اي ان اس مود يبقى الاثنين دول متكافئين خلاص والاثنين دول متكافئين مش هيبقى اي من هذا صوره خالص سهله جدا كده مش موديول من اللي انت عارفه لا بيعملوا انلود انت عايز بقى تشيله من النت ار دي او تحطه في النت ار دي يبقى انت لازم تبلد النت ار دي بايه؟ بالموديول ده او من غير الموديول ده لازم تعمل ايه؟ يعني هو الار دي يعني سواء قلنا كده وكده هو موجود اصلا هو موجود اصلا بس عملنا انلود وانلود زد سيبل يعني زد سيبل بالظبط. تمام عامل ايه؟ مستر فين؟ يا سلام بقى كلمتك ونمت كادو ده اللي بيعمل كادو ده اللي بيعمل كادو بقى كادو بقى كادو بقى كادو بقى كادو بقى كادو بقى طب الكيرنلز اللي عندنا اصلا الكيرنلز اللي عندنا نقول كل كيرنل بيسبورت لحد قد ايه؟ كل كيرنل بيسبورت لحد قد ايه؟ الموديولز يعني الكيرنلز اللي عندنا عباره عن ثريد هات كيرنلز الكيرنل عندك واحد من ثلاثه ده في الاكس في الاكس 86 ابلكيشن الاكس 86 الاكس 86 عندك ثلاثه نوع من الكيرنلز يا اما الكيرنل العادي خالص لا اقرا ده
يا اما الكيرن داش الكيرن بتاعك اللي هو اس ام بي. اس ام بي باختصار سيمتريك مالتي بروسيسنج. سيمتريك بتاع العدد اللي بينزل معايا اللي شغال مع العدد دوت هو اس ام بي. هو ده ايوه. امال ايه اللي انت بتقول عليه اللي هم هقول لك ايه الاس ام بي وايه الاس ام بي. في عندك كيرنل داش زن على الكيرنل عادي. دي انواع الكيرنل سمعت في باتر موسيس. الكيرنل العادي عندك الكيرنل العادي عندك بيسبورت لحد 32 بروسيسور و 4 جيجا بايت رام. يبقى الكيرنل العادي دوت بيسبورت 32 بروسيسور و 4 جيجا بايت رام. دي انواع الكيرنل يعني ولا ايه؟ دي الكيرنلز اللي قالوا عندك في الريد هات اللي بتاعتك بتوفرهولك في قلب الاسبوع. الاسبوع الاسبوع ايوه. الكلام ده كله شغال على اكس 86. على اكس 80 هتعرف اكس 80 بس لحد دلوقتي. يبقى الكيرنل العادي خالص مش في اي حاجه هو ايه؟ بيسبورت حاجه 32 بروسيسور و 4 جيجا بايت رام. الفكره بتاعته هو بيسبورت ايه؟ طيب عندك الكيرنل داش اس ام بي بيسبورت لحد 32 سي بي يو وكام؟ و 16 جيجا بايت رام. طيب الكيرنل داش زين ده بيسبورت لحد كام؟ 64 لا نفس الحكايه 32 بروسيسور و 16 جيجا بايت رام. بس الفرق اللي في ده كمان بيسبورت كمان الفيرتشواليزيشن. ايوه عن طريق مين؟ عن طريق زين فيرتشوال ماشين. منها فيه بيسموا زي الفيرتشوال ماشين اللي هو دومين زيرو. خد بقى لحد ما ناخد زين ان شاء الله قدام يعني نسيبها كورس نتورك عشان تخليها كده تحريش. دومين زيرو بيسموا زين الفيرتشوال ماشين دومين زيرو. هنشوف ايه دومين زيرو ودومين واحد ودومين اثنين والحاجات كلها مع بعض. هنعرف الفيرتشوال ماشين اللي هو بيعمله. حلو الكلام ده؟ ده بالنسبه لل 32. طيب ال 64 بت او الاكس الاكس 86 اندر سكور 64 او اكس 64 64 ده 64 بت بروسيسور بقى بيسبورت لحد كام؟ بيسبورت ده لحد 64 بروسيسور و512 رام و16 ميجا بايت. خلاص؟ طيب ده الكيرنل العادي. الكيرنل العادي كمان في الاكس 64 في غيره كيرنل داش زن وده بيسبورت لحد كام؟ لحد 128 بروسيسور وكام؟ و512 ميجا بايت رام. صح؟ يبقى انا عندي في الاكس 86 3 بروسيسورز وعندي في الاكس 64 2 بروسيسور. في الاكس 86 3 هو الكيرنل العادي او كيرنل سيمتريك مالتي بروسيسنج او كيرنل زن. الكيرنل العادي بيسبورت كام بروسيسور؟ 32 ورامات 4 جيجا. السيمتريك 32 ورامات 16. لكن الكيرنل زم 32 وجرامات 16 بس اللي سبورت الفيرشواليزيشن. خلاص؟ لا باص كتير يا اما كيرنل عادي يا اما كيرنل داش زم. كيرنل عادي بيسبورت 64 بروسيسور وبكام؟ 15 ميجا رامات. كيرنل زم 15 ميجا 15 جيجا جيجا 15 جيجا جيجا لا جيجا بايت 15 ميجا يا عم جيجا بايت لا خالص 14 جيجا سوري 15 جيجا بايت يعني اكيد يعني 64 بت يعني اكبر مستغرب من الحرف ماشي المستر دلوقتي 15 جيجا طبعا انت مش مضرب وحفظ هتبقى عارفه يعني ما احفظوش انا قدامكم هو انت الكلام ده تحفظ بقى
تمام؟ عادي؟ طبعا اكيد فيرتشواليزيشن بقى و فيرتشوال ماشين دول. تعال بقى كده نبص على مين؟ على ساش بروك. لحد ما ازاي نعمل احنا اللي فضلنا في كده موضوع واحد ازاي بنت الان ار دي صح؟ بس دي واحده بس كده الان ار دي تخش في سلاش بروك وترجع في الاخر نبلد الان ار دي عشان دول موضوعين مع بعض موضوع اللي ليه تبدا مع بعض. امسح الكلام ده واخد السايد شغال. مش كده اللي عارف كل معلومات الجهاز؟ كده ده ببساطة انا بسميه كده المخبر. هو اللي عارف كل حاجة. المخبر عندنا في مصر يعني اقول لك المخبر بتاع الاسم ده بيبقى عارف المخبر بتاع الشارع الفلاني سي مثلا شارع الثورة. المخبر في شارع الثورة ده عارف كل الناس اللي في شارع الثورة. مش واحد ما يعرفوش تاني. صح؟ وعارف ده اصله ايه؟ ده محترم ولا حرامي؟ ده نصاب ولا راجل ده في حاله؟ ده شغال ايه؟ ده عنده كام ولد؟ ده عنده كام بنت؟ ده مراته مين؟ مش ده المخبرين عندنا؟ هو كرتل بالظبط بس مش هتوه بالمخبر يعني. كرتل ده لازم يكون عارف كل حاجة عن الجهاز. كل حاجة هو ده المخبر يعني. مش طب كرتل ده هو شغال. طب تقول لي مخبر طب هيخزن معلوماته فين يعني؟ في الهواء يعني كده في الميموري ولا هيخزنها فين؟ طب خزن معلومات في الميموري وفي مكان تاني. ايه المكان ده اللي مخزن فيه؟ مش مخبر عشان ايه؟ سلاش بروك. او بروسيس بروك ده خد بقى عندك المعلومه اللي تصدم دي ده فيرتشوال فايل سيستم مش موجود اصلا بس الكرنل كده اصلا لما بيشتغل هو عامله كده اوتوماتيك لوحده ويبدا يحط فيه كل المعلومات اللي يعرفها عن الجهاز الهاردوير بتاعك انت عندك كام بارتيشن فاكر كنت بارت بروك كنت بخلي الكرنل بص ان هو يعدل المعلومات بتاعته ويخزنها فين سلاش بروك دي الهوست نيم اسم الجهاز بتاعك مش كده عارف ان الهوست نيم بتاعك كذا كذا هو مخزن في ملف بس لما يشتغل لازم يكون عارفه فانت كنت فرصه الكرنل ان هو الهوست نيم بتاعك دي باي ديفولت اصلا طبيعي اي حد في الدنيا اي حد ايا كان المفروض ايه يبقى الهوست نيم بتاعه ايه ثابت ما ينفعش تغير لما بتعمل ريموت بس لو في طريقه قدرت ان انا اعمل افورس الكرنل واقدر احرق الهوست نيم الجديد اللي انا مش محتاج اعمل ريبوت هنعملها دلوقتي ان شاء الله ماشي